Não. السلام عليكم طلاب. وعليكم السلام. جاهزين نبلش؟ لو بعد خلي يدخلون جماعتكم. اي شوية بعد 5 دقائق ونبدأ. اوكي؟ دكتورة، بس الفيديو مال المحاضرة الأولى نزل وايد في الثالثة، ما نزلتي. ونزل الرابط على الفارماكولوجي، هاي القناة نزلت الأولى فعندنا الثانية والثالثة، صار ان الثانية صار 2، مو صحيح؟ الأولى والثالثة ماشي ماشي، هسه أشوفهم بالهذا مالتي وأنزلكم إياها. أوكي؟ إن شاء الله. Thank you.
Thank you.
قلنا عن الجروب يعني واضحة الشاشة. وأي المحاضرة الأولى كانت introduction للأنتيبايوتيك، هم متفقين عليها. ثانية جبت لكم بها البيتا لاكتم، كملت بالثالثة البيتا لاكتم. الأيتمز اللي من ضمن هي بيتا لاكتم اللي تشتغل عليه من؟ تشتغل على سيل وول سنتس سيل وول أوف بكتيريا، واللي هي تعتبر شنو كلها كانت بكتيريا سايكل. هي محاضرات ثانية والثالثة صح؟ يا طلاب شباب اليوم راح نكمل الانتي بايوتيك بس جروب ثانية او مجموعة ثانية الانتيبايوتيك اللي تشتغل شنو على البروتين سينثيسيس، بروتين سينثيسيس او بكتيريا. شو نسميها؟ نسميها بروتين سينثيسيس انهيبيتورز، بروتين سينثيسيس انهيبيتورز. من اسمها التارجت مالتها حيكون على البروتين. A number of antibiotics exert their antimicrobial effects by targeting the bacterial ribosome RNA which has components that differ structurally from those of the mammalian cytoplasmic ribosome. الريبوسوم مال البكتيريا اللي هو اصلا يختلف عن الريبوسوم مال الماميليان، وهاي طبعا هي فت فائده لما الانتي بايوتيك يشتغل على الريبوسوم مال البكتيريا واللي هو يكون مختلف حتى شنو حتى ما يصير كروس افكت يعني يشتغل بس على البكتيريا. In general the bacterial ribosome is smaller اشكد يعني 70S than the mammalian ribosome اللي تكون 80S and is composed of 50S and 30S subunits as compared to 60S and 40S subunits. The mammalian mitochondrial ribosome however more closely resembles the bacterial ribosome. Thus although drugs that interact with the bacterial target usually spare the host cell. High levels of drugs such as chlorampheniol or tetracycline may cause toxic effect as a result of interaction with host mitochondrial ribosome. مش حكينا في البداية قلنا protein synthesis inhibitor antibiotic اللي تشتغل على اليمن على البروتين على اليمن بالتحديد عن بكتيريا ريبوسوم. بعدين بدكم ملاحظة قلت لكم الرايبوسوم الموجود بالماميليان يختلف عن الرايبوسوم الموجود بالبكتيريا، فالمفروض هذه شنو؟ هذه فائدة نستفاد منها، لأن الأنتي بايوتيك التارجت مالته حيكون وين؟ تارجتك بكتيريا الرايبوسوم. بالرغم من الاختلاف الموجود بين الماميليان والبكتيريا الرايبوسوم، هم مرات ايش راح يصير عندنا؟ توكسيك افكت ويا يا دراج مثل كلورامفينيكول او تتراسايكلين. شي يصير عندنا؟ يصير عندنا توكسيك افكت. ليش هذا التوكسيك افكت؟ ليش يصير هذا التوكسيك افكت؟ حيكون as a result of interaction with the host mitochondrial ribosome هاي المعلومة عرفناها. الايتمز او الممبرز اللي موجود التابعة للبروتين سينثيسيس انهبيتر اول جروب من عندها هو تتراسايكلين.
ترى ساكن جروب اوف كلوزلي ريليتد كامبانس، كلش مشابهات كلوزلي ريليتد كامبانس ذات هاز ذا نيم امبلايز consists of four fuse rings with system of conjugated double bond. تترى يعني أربعة سايكلين أربعة بوندات زين. Four fuse rings with system of conjugated double bond. Substitutions on these rings are responsible for variation in the drugs. Individual pharmacokinetics, which causes small differences in their clinical efficacy. هما مو أربعة أربعة رنجات، فالتشينج بهاير رينجز لما أنت تجي تغير تحور راح شو يصير؟ كل مرة يصير عندك منبر يختلف، منبر يختلف، فمن يصير عندك دراج يختلف راح تكون الكينتكس مالته تختلف والإفيكيسي مالته تختلف. Mechanism of action in general لكل التتراسايكلين. Entry of these agents into susceptible organism is mediated both by passive diffusion and by energy dependent transport protein mechanism unique to the bacterial inner cytoplasmic membrane. يعني عندها طريقتين حتى يدخل البكتيريا. التتراسايكلينز عندها طريقتين حتى تدخل البكتيريا، الأولى هي فاصل والثانية energy dependent. يعني أكتب non-resistant strains، non-resistant strains of bacteria concentrate the tetracycline intracellular. يعني هي ما عندها resistance، ما عندها مقاومة للدراج، فالدراج وين راح يكون يتجمع؟ intracellular. The drug binds reversibly. شوف هنا يعني reversibly مو reversibly. To the 30S subunit of the bacterial ribosome. وين راح يرتبط؟ يا جهة 30S subunit من bacterial ribosome. ارتبط. الارتباط ما تشيكون reversible. Thereby blocking access of the amino acyl tRNA to the mRNA ribosome complex at the acceptor site. من اجى هو ارتبط بالريبوسوم الانتيبايتيك، منع من؟ منع الامينو اسيل تي ار ان اي to the mRNA ribosome complex، منع من الارتباط. By this mechanism bacterial protein synthesis inhibited. Bacterial protein synthesis is inhibited. هنا طبعا الجروب التتراسايكلين هو بكتيريوستاتيك، بكتيريوستاتيك اوكي. انتي بكتيريال سبكترم، السبكترم خلينا نشوف السبكترم مال التتراسايكلين. تعودنا بكل جروب او كل ايتم من الايتمات شوف السبكترم مالته وين يشتغل نيجاتيف بوزيتيف. خلينا نشوف التتراسايكلين تعتبر هي از ابرود سبكترم بكتيريوستاتيك انتي بايوتكس. The tetracycline are effective against gram-positive and gram-negative bacteria as well as against organism other than bacteria. مع المفعول ما تشكل حلو. Effect ما تور رينج. يشتغل عن positive ويشتغل عن negative ويشتغل against other than bacteria, organism. Okay? هل نشوف الresistance؟ Widespread resistance to the tetracycline limits their clinical use. The most commonly encountered naturally occurring resistance. Doctors confuse an inhibitory of the organism to accumulate the drug. الريزيستنس خلينا نحكيها شلون تصير. احنا قلنا الانتي بايوتيك بالبدايه تتراسايكلين تدخل للبكتيريا وتتجمع في حاله عدم وجود مقاومه،
تدخل وتتجمع. إذا factors confers an inability of the organism to accumulate the drug thus producing resistance. إذا البكتيريا كان عندها وسائل مقاومة أو وسائل دفاعية بحيث تمنع الأنتيبيوتيك من الدخول والتجمع داخل البكتيريا، إيش راح يصير معناها؟ راح يصير resistance. This is accomplished by magnesium dependent active efflux of the drug. Active efflux مو influx شباب، influx يعني يدخل الدراج. هاي في الحالة الطبيعية عدم وجود مقاومة من قبل البكتيريا. في حالات وجود المقاومة من قبل البكتيريا راح يكون active efflux، يعني البكتيريا تطلع الانتيبيوتيك برا. This mediated by plasmid encoding resistant protein. This is mediated by plasmid encoded resistance protein. هاي الميكانيزم الأهم بالريزيستنس. Other less important mechanism of bacterial resistance thrombocytin include الأصلية الميكانيزم القوية اللي موجودة بالبكتيريا اللي سرعتها ريزيستنس هي الأولى اللي هي شنية magnesium dependent active efflux of the drug. Magnesium dependent active efflux of the drug mediated by plasmid encoding resistance protein. Other less important mechanisms of bacterial resistance to the tetracycline include enzymatic inactivation. I سوي inactivation للدراج عن طريق فاز الانزيم. Enzymatic inactivation of the drug and production of bacterial protein that prevent tetracycline from binding to the ribosome. يا أما تفرز فد إنزيم يحلل الأنتيبيوتيك أو تفرز فد بروتين يمنع الاتاتشمنت مال الأنتيبيوتيك ويا الريبوسوم. نمو قلنا يجي على TRTS سبيونت ويسوي اتاتشمنت وياها. فبهاي الحالة مرات البكتيريا تفرز بروتين تمنع ما يصير attachment بين antibiotic والribosome. Any organism resistant to one tetracycline is resistant to all. يعني واحدة من التتراسايكلين إذا صار بها resistance من قبل البكتيريا معناها البقية هم نفس الشيء. The majority of penicillinases producing staphylococci are now insensitive to tetracycline. يعني ذني مجموعة البكتيريا اللي قلنا بالمحاضرات السابقة انه يفرزون انزيم اسمه بنسلينيز، اسمه بنسلينيز، وهي البكتيريا اسمها بنسلينيز producing microorganism. دولة بالحال يكون ريزيستنس اتوم للبنسلين والتتراسايكلين الاثنينهم. كاينتيك اوف شنو؟ اوف تتراسايكلين absorption. All tetracycline are adequately يعني كافي كمية كافية but incompletely absorbed after oral ingestion. Adequately but incompletely. However, taking these drugs concomitantly with dairy foods in the diet decrease absorption. يعني الحليب ومشتقاته هو بالحالة الطبيعية هو adequate but incomplete absorption يعني مو 100%. والتناول هذه الأدوية ويا منتجات الحليب يقلل الأبزوربشن due to formation of non-absorbable chelates of tetracycline with calcium ion. Of tetracycline with calcium ions. Non-absorbable chelates are also formed with other divalent and trivalent cations. For example, those found in magnesium and aluminium antacid and in iron preparation. يعني مو بس الدايري فود حيكون ويا حيكون التتراسايكلين ويا كومبلكس، لا ما
مرات ناخذ شنو انتاسد، انتاسد يعني مضادات الحموضه، هالفوارات اللي تحتوي هي يا اما مغنيسيوم يا اما الومنيوم، وكذلك منتجات الحديد، المقويات اللي بيها حديد نفس الشيء ويا التتراسايكلين راح شو يسوي لي تشيليتس. نوت This present a problem if patient cell treats the epigastric upset caused by tetracycline ingestion with antacid. مرات هو اصلا التتراسايكلين بسايد افكت شو يسوي؟ يسوي gastric upset. شو يسوي؟ gastric upset. ومرات المريض من كيفش ياخذ فوار حتى يوخر هذا الديسكومفورت، وهاي بالحقيقة هي تكون مشكلة أكبر، مشكلة أكبر. دوكسيسايكلين and monocycline are almost totally absorbed or on oral administration. من هو دوكسي والمونو؟ Currently, doxycycline is the preferred tetracycline for parenteral administration. Parenteral. من هو doxycycline? Distribution. Tetracycline concentrate in the liver. When is severe concentration? The liver. بعد kidney, spleen, and skin. And they bind to tissues undergoing calcification. يعني من هي؟ من هي التشو اللي undergoing calcification؟ The teeth will bones. Or to the tumors that have a high calcium content. من هي؟ The tumors اللي عندها كونتينت عالي بالكالسيوم، الجاستريك كارسينوما، جاستريك كارسينوما. هسه عرفت تتراسايكلين كونستريت وين؟ ليفر وكدني وسبلين وسكن، واكثر شيء بالتشو الاندر جوينج كالسيفيكيشن. مثل من؟ مثل التيث والبونز والتيومر اللي عندها محتوى عالي من الكالسيوم مثل الجاستريك كارسينوما. انتهينا اللي هنا. Penetration into most body fluid is adequate. كافي يعني. يعني إذا عندك infection anywhere ممكن التتراسايكلين يوصلك. ليش؟ لأن penetration in most body fluid is adequate. Although all tetracycline enter the cerebrospinal fluid, levels are insufficient for therapeutic efficacy except for minocycline. يعني هو صح؟ penetration عند المن للسي اس اف يعبر، بس الليفل مالته المستوى مالته غير كافي، يعني مو كلش كافي فعال كثيرابيوتيك افيكاسي اكسبت فور منو ماينوسايكلين. بس الماينوسايكلين يفيد، افيكاسي مالته هاي. ماينوسايكلين enters the brain in the absence of inflammation and also appears in tears and saliva when it occurs بالدموع واللعاب. Although useful in eradicating the meningococcal carrier state. Meningococcal carrier. Carrier يعني مو symptomatic. ذول البيشنت اللي يكونوا carrier. المن meningococcal. فمن هو اللي فعال هنا؟ المينوسايكلين. المن يفيد بالمينينجوكوكال كارير. بس هنا ايش قالت لك؟ مينوسايكلين is not effective for central nervous system infection. هذا هنا يعني شنو؟ يعني البيشنت اللي يكونون سيمتوماتيك، يعني الاعراض واضحه عليهم، عندهم انفكشن. فيفيدني وين؟ في حالة الكارير. في حالة الكارير. ال central nervous system infection منو قلنا يفيد؟
ذيك المحاضرة يا ايتم فير جنريشن سيفالو سبورين مو سيفوترياكزون سيفوتاكسين all the transcytin across the placenta فأمان تعبر بعد تعبر البلاسنتا طبعا هاي and cross straight in fetal bone and dentation cross البلاسنتا طبعا هو contraindication contraindication بالpregnancy مو بس pregnancy pregnancy lactation والأطفال لحد عمر 12 سنة all the transcytin across the placenta and cross straight in fetal bone and dentation فيت المصير مالته الاكسكريشن وين؟ All the tricycline concentrate in the liver where they are in part metabolized اللي هم بالحقيقة يكون metabolism in part يعني and conjugated to form soluble glucuronide glucuronides the parent drug and or its metabolite are secreted into the bile. أنا شو مش قالت لكم؟ قالت لكم parent or its metabolite. ليش؟ لأن أنا قبل شوي إيش قلت لكم؟ where they are in part metabolized. In part. يعني مو كلهم. مو كل drugs. صار بي metabolism. In part metabolized. Partial. And conjugated to form soluble corporate. glucuronide فالبيرنت دراج اللي ما صار فيه ميتابوليزم او its metabolites are secreted into the bile most tricycline are reabsorbed in the intestine صار فيهم reabsorption via the enterohepatic circulation and enter the urine by glomerular filtration شوفوا يعني كم دورة صار فيه والمفروض منها ينتهي بس بالانتستين ايش راح يصير فيه reabsorption يرجع enterohepatic ويروح للرينال ويصير بي excretion عن طريق الglomerular filtration obstruction of the bile duct and hepatic or renal dysfunction can increase their half lives طبعا يعني excretion ما راح يكون normally unlike other tetracycline doxycycline can be employed for treating infections in the renally compromised patient. يعني انت اذا شوف نفسك محتاج التتراسايكلين والبيشنت عنده مشكله بالرينال سيستم الوحيد اللي ينقذك بهيك ظروف هو من هو الدوكسيسايكلين can be employed for treating infections in the renally compromised patients because it is preferentially secreted in the other bile into the feces. يعني شنو؟ احنا مو قلنا يجي الدراج ويروح للليفر وفارشيالي ميتابولايت في هذا الليفر فبعدين شو يتكونني؟ تكونني الكونجوجيتد to form soluble glucuronide. هنا اغلب التتراسكلين او كلهم من يوصلون للانتستين يصير بيهم reabsorption الوحيد اللي ما يصير بي reabsorption من هو doxycycline لين ما يصير بي reabsorption فالexcretion مالته حيكون عن طريق الفيسس totally يعني ما يروح المن للرينال ما يصير بي excretion عن طريق الرينال فالبيشنت اللي عنده مشكلة بالرينال renal compromised يفيدهم من هو يفيد الدوكسيسايكلين يفيد الدوكسيسايكلين ما يصير عندهم توكسيسيتي ادفيرس افكت كلش سهله كاسه ديسكومفورت افكت اون كالسيفايد تشو فيتال هيباتوتوكسيتي فوتوتوكسيتي يعني مميزات
بقى الادفيرس افكت مال التتراسايكلين كلش مميز وواضح. اول شيء جاستريك ديسكومفورت، ابي جاستريك ديستريس commonly results from irritation of the gastric mucosa and is often responsible for non-compliance in patients treated with these drugs. And patients هذا ما يستصاغ التراسايكلين. The discomfort can be controlled in the drugs is taken with foods other than dairy products. يعني وين ناخذه؟ أخذوية الأكل بس مو حليب ومشتقاته. Effects on calcified tissue deposition in the bone on primary dentation occurs during calcification in ground children. يعني بالأسنان، أسنان لبنية، أسنان معقدة. Deposition in bone on primary dentation. This causes discoloration and hypoplasia of the teeth. And temporary stunting of growth. Hypoplasia. Well, fashion was staining. Discoloration. يتلون. الأسنان مالتهم تتلون اللي ياخذون تتراسايكلين. وش يسوي؟ يسوي temporary stunting of growth. Fatal. Fatal. Fatal هنا. شباب فيتال هيباتوكسيتي. This side effect has been known to occur in pregnant. In pregnant هو هم فيتال وهم فيتال. فيتال لأن توكسيك وفيتال لأن يصير بالفيتاس. اوكي فهنا هم فيتال وهم فيتال. هو فيتال هيباتوكسيتي يعني وين الليفر مال منو مال فيتاس. شلون هذا يصير؟ لان احنا قلنا تتراسايكلين ايش تعبر؟ تعبر البلاسنتا. This side effect has been known to occur in pregnant women who received high doses of tetracycline especially if they were experiencing pyelonephritis. Phototoxicity. Photo such as severe sunburn. يعني اللي ياخذون تتراسايكلين ويطلعون exposed to the sun شو سرعتهم؟ سرعتهم sunburn. Occurs when patient receiving تتراسايكلين is exposed to sun or ultraviolet rays. This toxicity is encountered most frequently with tetracycline, doxycycline and dimethylcycline. اترا والدوكسي ديماكلو. سيدو تيومر سيريبري. سيدو تيومر سيريبري مع السايد افكت مع تتراسايكلين تحس المميزات. افكتس اون كالسيفايد تشو فيتال هيباتوكسيتي فوتو. بس هنا عندك الجازريك ديسكومفورت مشترك ويا دار دراج اغلب دراج يسوي. بس هذا الميزه مالته انه يصير من تاخذه ويا الدايركت برودكتس. هسه جاستريك ديسكومفورت. افكت اون كالسيفايد تشو 2 فيتال هيباتوكسيتي 3 فوتو 4 هنا الخامسه عندكم سيدو تيومر سيريبري. سيدو تيومر بناين انتراكرينيال هايبرتنشن. بناين انتراكرينيال هايبرتنشن كاركترايزد باي هيديك. Blurred vision may occur rarely in adults. Although discontinuation of drug reveals this condition, it is not clear where permanent sequelae may occur. يعني شيء زايد يزيد الانتراكرينيال بريشر. Patient اللي ياخذ تتراسايكلين يزيد عنده انتراكرينيال برشر. بس هاي الزيادة شو تكون؟ تكون بناين. بمجرد البيشنت يقطع الادمنستريشن مال التتراسايكلين هذا الكونديشن
ريزولف. بس سيكولي بي لو لا لا ما نعرف، يعني ممكن ينطيك بيرمننت سيكولي لو لا ما نعرف. فالافضل شنو هو؟ يكون افويدد سوبر انفكشن، سوبر انفكشن اوفر جروث اوف كانديدا فور اكزامبل ان ذا فاجينا اور ان ذا ريزيستنت ستافيلوكوكاي ان ذا انتستين سيدو ممبرينوس كولايتس ديو تو اوفر جروث اوف كولوستريديوم ديفيشن has also been reported. Super infection. Contraindication. Contraindication. Contraindication: renally impaired patients should not be treated with any of the tetracycline except doxycycline. Okay. Contraindication: patient اللي عنده renal impairment ما ياخذ tetracycline من عدد doxycycline. ليش doxy؟ لأن إحنا قلنا excretion مالته راح يكون totally عن طريق GIT. Accumulation of tetracycline may aggravate pre-existing azotemia. Higher than normal level of urea or other nitrogen containing compounds in the blood. يزيد اليوريا، يزيد ال زيادة ال عنصر النيتروجين. فالتتراسايكلين إذا أخذناه patient هو أصلا عنده هيتش كونديشن بالأساس راح يزيد. By interfering with protein synthesis, thus promoting amino acid degradation. Tetracycline should not be employed in pregnant, main notably pregnant, in breastfeeding, children less than 8 years of age. مرات حتى ال 12 سنة ما نعطي. Caution. عندنا هنا item جديد. مو ضمن من؟ من ضمن ال protein synthesis inhibitor. شو اسمه؟ هاي جروب طبعا هاي عائلة. Glycyclines عائلة. شلون tetracycline كانت عائلة وبها أفراد؟ نا غلايسايكلين أمين نفس الشيء توبك جديد عائلة جديدة من ضمن البروتين سينثيسيس انهيبيتر. تايب سايكلين is the first available member of a new class of antimicrobial agent called غلايسايكلين. من المنبر هنا موجود تايب سايكلين. تايب سايكلين طبعا derivative of minocycline، هو derivative of minocycline structurally similar to the tetracycline and has a broad spectrum activity against multi-drug resistant gram positive pathogen, some gram negative organism and anaerobic organism. Tetracycline is indicated for treatment of complicated skin and soft tissue infection as well as complicated intra-abdominal infection. شو كنت نعطي؟ treatment of complicated skin and soft tissue infections as well as complicated intra-abdominal infection. soft tissue والintra-abdominal اللي تكون infection شنو؟ complicated. من يفيد هنا؟ tetracycline. mechanism of action. mechanism of action. Tetracycline exhibits bacteriostatic action. طبعاً إحنا هاي نعرفها by reversibly binding to the TFPS ribosomal subunit and inhibiting protein translation. نفس التتراسايكلين. نفس التتراسايكلين. السبكترام خلينا نشوف مالتها. Tetracycline expanded. شوفوا expanded broad spectrum activity that include methicillin resistance, staphylococci, and multi-drug resistant streptococcus pneumonia, and other susceptible strains of streptococcal species. Vancomycin resistant enterococci. يعني شكو بكتيريا ذكرناها
سابقا انه عندها ريزيستنس عاليه لدراجات كلش قويه. شوفوا هنا من اشتغل عليها، اشتغل عليها تاي سايكلين. شوفوا اذا تشوفون الاسامي تاي سايكلين اكسبت اكسباندد برود سبيكترم. شوفوا المصطلح اكسباندد برود سبيكترم. فانت من يشوف اكسباندد برود سبيكترم من يجي ببالك تاي سايكلين. على من يشتغل منو المشمول هنا؟ مثلسلين ريزيستنت ستافيلوكوكاي. ستافيلوكوكاي اللي عندها ريزيستنس للمثلسلين. والمالتي دراج ريزيستنت ستريبتوكوكاي نيمونيا. اكو نيمونيا، اكو ستريبتوكوكال نيمونيا. عندها مالتي دراج ريزيستنس. يعني تكون عدة دراجز. من يشتغل عليها؟ يشتغل عليها تاج سايكلين. اند اذر اذر susceptible strain of streptococcal species. وبعد عليه من يشتغل على البانكومايسين resistant enterococci. الانتيروكوكاي اللي عندها resistance البانكومايسين هيشتغل عليها تايسايكلين. extended spectrum beta lactamase producing gram negative. الجرام نيجاتيف اللي تفرز لنا extended spectrum البيتا لاكتاميز انزيم يشتغل عليها من هو هنا تاي سايكلين. هذه اساينوتوبكتر بوماني اند ماني انايروبيك. انايروبيك اساينوتوبكتر بوماني والانايروبيك. هاويفر تاي سايكلين از نوت اكتف اجينست بروتياز. شوف هم طلع عندنا فشي ما يشتغل عليه تاي سايكلين. ما يشتغل عليه من؟ ما يشتغل على البروتياز. فوفنديكت انسيدوموناس سبيشيز. من يتذكر منو كان قوي انسيدوموناس؟ من يتذكر محاضرات سابقة منو قوي انسيدوموناس؟ منو انتي بايوتيك قوي انسيدوموناس؟ اقروها انتو رجعوا لها. هاي جماعة الميرونيم أميفينين. أوكي. Resistance. Tyrosine was developed to overcome. شوفوا. Tyrosine was developed. طورة. To overcome the recent emergence of tetracycline resistance organism that utilize efflux and ribosomal protection to to impair resistance. يعني طور او استحدث حتى شنو؟ حتى يخلصنا من الريزيستنس اللي صارت للتتراسايكلين. زين اللي ايش تستخدم؟ افلكس بامب. افلكس بامب كانتك following 30 to 60 minutes intravenous infusion every 12 hours. Tyrosine is extensively distributed throughout plasma and body tissue. شوف هذا ما ينطي باللص. شلون ينطي؟ ينطي infusion. Infusion يعني شنو infusion؟ يعني فشي بطيء. انترافينوس انفيوجن يعني والوقت اللي ياخذه بالانفيوجن ايش قد 30 الى 60 منت يعني نص ساعه الى ساعه. هاي معناها وين خليه بفلويد. تايسايكلين از اكستنسيفلي ديستريبيوتد ثرو اوت بلازما اند بودي تيشو. ات دزنت اندرجو سيجنيفيكانت ليفر ميتابوليزم بس از برايمرلي اليمينيتد فيا باليريثريكال اكسكريشن. No dose adjustment is necessary for patients who are renally impaired. يعني هذا يفيد the patient اللي عندها مشكلة بالرينال. However, dose adjustment is needed in severe hepatic dysfunction. بس وين ناخذ حذرنا؟ ناخذ حذرنا بالpatient اللي عندهم hepatic dysfunction. اللي عندهم hepatic dysfunction. Adverse effects.
Tiacycline is well tolerated, with the main adverse effects being similar to those of the tetracycline class. In clinical trials, the most commonly reported class adverse effects were nausea and vomiting. أكثر شيء هنا مذني واضحات. Other similar tetracycline adverse effects that may occur with tiacycline include المشابهات مشتركات بين التتراسايكلين photo sensitivity, seed tumor, discoloration of permanent teeth were used during tooth development. By permanent هنا مو primary ترى مو primary dentation permanent. Were used during tooth development and fetal harm when administered to pregnant women. Fetal harm. Interaction, drug interaction, هذا مهم. Drug interaction مهم. بالنسبة لمن؟ بالنسبة للتيتراسايكلين. في 450 ليفر انزيم تعرفونه السيتوكروم في 450 ليفر انزيم دونت ميتابولايز تيتراسايكلين يعني احنا قبل شويه قلنا شنو هو هلا رجعكم قلنا it doesn't undergo significant liver metabolism doesn't undergo significant liver metabolism but it is primarily eliminated via biliary fecal excretion خلينا نشوف هنا The cytochrome P450 liver enzyme don't metabolize tetracycline. Therefore, it will not be affected by medication that induce or inhibit this enzyme. يعني اكو drugs تسوي inhibition واكو drugs تسوي stimulation. المن هذا الانزيم P450. فيكون لها تأثير على اليمن غير مباشر. على دراكس أدر دراكس اللي يصير بها ميتابوليزم عن طريق هذا الإنزيم بس بما أنه التيتراسايكلين ما يصير به ميتابوليزم عن طريق هذا الإنزيم ما راح يتأثر لا بالدراك إنديوسر ولا بالدراك إنهيبيتر للبي 450 Although التيتراسايكلين doesn't affect prothrombin time PT significantly It has been found to inhibit the clearance of warfarin. يعني هو مو عنده تأثير مباشر على البي تي على البروثرومبين تايم بس عليه من يأثر It has been found to inhibit the clearance of warfarin. Therefore, it is recommended that anticoagulation be monitored closely when tiacycline is co-administered with warfarin. يعني هو الوارفارين تعرفون انتو anticoagulant. The patient ياخذ وارفارين. واضطرينا انه احنا نعطيه شنو هو؟ تايسايكلين. شو يحتاج؟ يحتاج close monitoring. Close monitoring. It is recommended that anticoagulation be monitored closely. Anticoagulation. No dose adjustment of digoxin. Is necessary with concomitant use of tiacycline, even though digoxin Cmax is increased. However, another method of contraception is suggested when tiacycline and oral contraceptive are co-administered. ليش؟ يعني البيشنت مثلا إذا عندنا فيميل تاخذ oral contraceptive، أنت اضطريت تعطيها دايز تيتراسايكلين. لازم هي شو تحول؟ تحول على طريقة ثانية. However, another method of contraception is suggested. من الأفضل إنه تحول على طريقة ثانية. When tiacycline and oral contraceptive are co-administered. Because, ليش? Because the oral contraceptive may become less effective. تقل الفعالية مال contraceptive drug. اللي هنا خلصنا المحاضرة الرابعة. اوكي نجي على يمن نكمل بروتين سيرفيسز
كمل البروتين سينثيسيس اللي هنا احنا عندنا بس تترا سايكلين وتاي سايكلين. لا عندنا بعد جراكس تشتغل على البروتين، عندنا امينو جلايكوسايد مصطلح كبير ومهم اسمه شنو، مثل ما تترا سايكلين مصطلح كبير ومهم عندنا مصطلح حمين ثاني اسمه الامينو جلايكوسايد. امينو جلايكوسايد امينو جلايكوسايد انتي بايوتكس has been the mainstay for treatment of serious infections due to aerobic gram negative bacilli. aerobic هوائية gram negative bacilli. however because their use is associated with serious toxicities الأمينو جلايكوسايد their use associated with serious toxicity. بس شنو؟ They have been replaced to some extent by safer antibiotics such as third and fourth generation cephalosporin, the fluoroquinolone, and the carbapenem. دولي ممكن يشتغلون بدائل إلمن للأمينو جلايكوسايد. من هم؟ third and fourth generation من السيفالوسبورين والفلوروكوينولون والكارباپنيم. The term amino glycoside من اسمها amino glycoside and amino xylitol stem from their structure. يعني جاي منين؟ من structure مالتهم. Two amino sugars amino glyco amino glyco two amino sugar joined by glycosidic linkage. Glycosidic linkage to central hexose amino cyclitol nucleus. Their polycationic nature preclude their assay passage across the tissue membrane. All members of this family are believed to inhibit bacterial protein synthesis by mechanism determined for streptomycin. عليه من يشتغلون على protein synthesis. All members of this family are believed to inhibit bacterial protein synthesis by the mechanism determined for streptomycin. هسه خلينا نجي على الميكانيزم. Susceptible gram negative organism allow amino glycoside to diffuse through prion channels in their outer membrane. اللي هنا susceptible bacteria سمحت بالإدراك انه يعبر عن طريق channels اللي موجود بالاوتر membrane. This organism also have an oxygen dependent system. Oxygen dependent system that transport the drug across the cytoplasmic membrane. زين the antibiotic then بعدين أسوي شيء دخل الانتيبيوتيك من البريون تشانلز الموجود بالاوتر ممبرين، وبعد هي البكتيريا عندها صفة شنو هي؟ اوكسجين ديبندنت سيستم اللي تنقل الدراج across the cytoplasmic membrane. بعدين antibiotic then binds to the RTS ribosomal subunit prior to ribosome formation. When so bind when so we binding with RTS ribosomal subunit prior to ribosome formation. هذه الطريقة ايش راح يصير عندنا؟ there it interferes with assembly of functional ribosomal apparatus. Interferes with assembly of the functional ribosomal apparatus and or can cause the 30S subunit of the completed ribosome to misread the genetic code. Polysomes become depleted because
The amino glycosides interact the process of phylosome disaggregation and assembly. To stump up depleted polysomes. لأن هو شنو الأنتيبيوتيك سوى؟ منع تصنيعها. منع تصنيعها. Spectrum مال الأمينو غليكوسايد are effective in the empirical treatment of infections suspected of being due to aerobic gram negative including Pseudomonas aeruginosa. Including Pseudomonas aeruginosa. بعدين احنا بالبيتا لاكتام حكينا قلنا البيتا لاكتام عندها سينرجستيك افكت ويا الامينو جلايكوسايد. هنا بالامينو جلايكوسايد عندنا نفس المعلومه قلنا تو اتشيف ان اديتيف اور سينرجستيك افكت امينو جلايكوسايد ار اوفن كومبايند ويز بيتا لاكتام انتيبايتكس اور فانكومايسين or a drug active against anaerobic bacteria. All aminoglycosides are bactericidal. شوفوا طلاب هاي اريدكم تنتبهون عليها. All amino glycosides are bactericidal. احنا هسه بالكلام من جينا وصنفناهم قلنا بيتا لاكتام محاضرتين الاولى الثانيه والثالثه وهنا اليوم جينا بالرابعه ايش قلنا؟ قلنا بروتين سينثيسيس انهبيتر. صح هي الامينو جلايكوسايد من ضمن البروتين سينثيسيس انهبيتر بس ترى تعتبر شنو؟ بكتيريسايدل. The exact mechanism of their lethality is unknown. لثالثي علما للبكتيريا because other antibiotics that affect protein synthesis are generally bacteriostatic. Aminoglycosides are effective only against aerobic organisms because strict anaerobes lack the oxygen requiring drug transport system. عليها ما تشتغل على الايروبيك على الايروبيك. Aminoglycosides are effective only against aerobic because strict anaerobes lack the oxygen requiring drug transport system. لأن الأنيروبس ما عندها هذا السيستم الأكسجين ترانسبورت. Some therapeutic application of four commonly used aminoglycosides. خلينا نشوف المنبرز اللي موجودين هاي العائلة. أميكاسين. أميكاسين، جنتامايسين، كابرامايسين، والستربتومايسين. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. أميكاسين. أميكاسين، جنتامايسين، كابرامايسين، والستربتومايسين. Resistance. شوفوا كل دراك حاجتكم على الريزيستنس. Can be caused by يا اما decrease uptake of drug when the oxygen dependent transport system for aminoglycoside or foreign channels are absent. فالدراك ما راح يصير فيها uptake بالبكتيريا. لان البكتيريا ما عندها شنو؟ الاكسجين dependent transport system او foreign channels ماكو. يا اما هذا السيستم ماكو او الفورين شانل ماكو. ايش راح يقل؟ ديكريز ابتيك اوف دراج. ايش راح يكون؟ راح تكون البكتيريا ريزيستنت ان هاي المجموعه. او الطريقه الثانيه مال الريزيستنس هي لازميد لازميد اسوشيتد سينثيسيس اوف انزيمز فور اكزامبل اسيتيل ترانسفيريز. اسيتيل ترانسفيريز نيوكليوتيديل ترانسفيريز فوسفو ترانسفيريز ذات
شبيها هاي الانزيم modify and inactivate amino glycoside. كل واحد من ذني الانزيم اللي ذكرتهن الاسيتيل النيوكليو الفوسفو ترانسفيريز each of these enzymes has its own amino glycoside specificity. Therefore, cross resistance is not an invariable rule. Amikacin is less vulnerable to these enzymes than the other antibiotics of this group. أكثر واحد يعني stable بوجود هذه الانزيم هو الأميكاسين ما يتأثر مقارنة ببقية الايتم الموجودات وياه. فهسه الريزيستنس للامينو جلوكوسايد يصير طريقتين، يا اما تكريز ابتيك اوف دراج واللي يكون نتيجة لشغلتين هي الاكسجين ديبند ترانسبورت او غياب البورين. والطريقة الثانية الريزيستنس هي بلازميد اسوشيتد سينثيسيس اوف انزيم. بلازميد اسوشيتد سينثيسيس اوف انزيم هاي الانزيم ذكرناها وقلنا كل واحد من دول ادى فد سبيسيفيسيتي الفد ايتم معين من هذا الجروب. بعدين ذكرت لكم انه الاميكاسين اكثر واحد ستيبل بوجود هذا الانزيم less vulnerable to this enzyme. كانتك مهمة طبعاً مع الأمينو غلايكوسايد. كانتك مع الأمينو غلايكوسايد مهمة. Administration the highly polar polycationic structure of amino glycoside prevent adequate absorption after all the administration. هايلي بولار قطبي بولي كاتيونيك structure of this amino glycoside تمنع الامتصاص الكافي لهذا الجروب after شنو after oral administration لان هي شنية لان هي هايلي بولار ولان بولي كاتيونيك structure مالتها راح يمنع adequate absorption after oral administration. Therefore, all amino glycoside except neomycin must be given parenterally to achieve adequate serum level. كلهم من عدا النيومايسين كلهم ينطون parenteral من عدا النيوماسين شلون نطير؟ نطير اورال. اوكي؟ all amino glycoside except neomycin by must be given parenteral to achieve adequate serum levels. The severe nephrotoxicity associated with neomycin precludes parenteral administration and it is current use is limited to topical application for skin infection or oral administration to prepare the bowel prior to surgery. يعني الاستعمال مالته كلش محدد، يا اما توبيكال لما يصير عندنا توبيكال سكين انفكشن او قبل العمليه قبل السيرجري دائما حتى يحضرون الباول. Bactericidal effect of amino glycoside is concentration and time dependent. يعني تذكرون طيبكم بالمحاضرة الأولى rational dosing ايش كتبت لكم بها time dependent time independent time dependent تعتمد على time والبيتشة تعتمد على concentration
هنا المود مال امينوغليكوسايد شنو هو؟ بكتيريسايدال افكت اوف امينوغليكوسايد از كونستريشن اون تايم ديبندنت ذات از ذا جريتر ذا كونستريشن اوف دراج ذا جريتر ذا ريت ات ويتش ذا اورجانيزم داي. They also have post-antibiotic effect. شوف ثلاث ميزات بيها. Time, concentration, post-antibiotic effect. Because of these properties, once daily dosing with aminoglycoside can be employed. This result is fewer toxicities and is less expensive to administer. The exception are pregnancy. ما ينطي في حالات إذا البيشت عندنا pregnant. Neonatal infections هم ننطي بالنيونات and bacterial endocarditis in which these agents are administered in divided doses every 8 hours. The dose that is administered is calculated based on the lean body mass and weight because the drugs don't distribute into fat. بعدنا طلاب هنا شكلكم حضرتكم the exception of this هنا شكلنا قلنا they are also have post antibiotic effect على يمن الامينوغليكوسايد. هاي الميزة ليش فادتني؟ فادتني the once daily dosing with aminoglycoside can be employed. هي تكون هاي هم economic وهم خفيفة على البيشنت. This result in fewer toxicity and less expensive to administer. هاي الميزة مالتها. بس عندنا exception ما نقدر نعطي بها الامينوغليكوسايد. ما هي الاكسبشن؟ البريجنسي والنيونيتال انفكشن. دولي نهائيا المفروض ما تعطيهم. ليش؟ pregnancy راح تكون toxic بالنيونات تكون toxic بس بالبكتيريال endocarditis تنطيها انت بس most daily. اوكي bacterial endocarditis in which these agents are administered in divided doses every 8 hours. ناس تعطيها ممكن بس تقسمها 3 مرات باليوم. Distribution. All the aminoglycosides have similar pharmacokinetic properties. All aminoglycosides have similar pharmacokinetic properties. Levels achieved in most tissue are low. And penetration into most body fluid is variable. Variable. Concentration in CSF are inadequate. Even when the meninges are inflamed. حتى في حالة الانفلاميشن الليفل مال الامينوغليكوسايد اللي يوصل لل CSF قليل. Except for طلع لنا exception هنا. Except for neomycin the aminoglycoside may be administered intrathecally or intraventrically. كل الامينوغليكوسايد ممكن انطيها intrathecal او intraventricular من عدا النيومايسين. ليش؟ قلنا النيومايسين ايش بيه؟ قلنا توكسيك. Except for neomycin, the aminoglycoside may be administered intrathecally or intraventricularly. High concentration accumulates in
the renal cortex and the endolymph and perilymph of the inner ear, which may account for their nephrotoxic and ototoxic potential. All aminoglycosides cross the placental barrier and may accumulate in fetal plasma and amniotic fluid. Metabolism of the aminoglycosides doesn't occur in the host. All the rapidly excreted into the urine, predominantly by glomerular filtration. Accumulation occurs in patients with renal failure and requires dose modification. Adverse effect بالنسبه لل adverse effect بالنسبه للامينو جلايكوسايد. شنو الادفيرس افكت اللي صار عندنا بالامينو جلايكوسايد؟ It's important to monitor plasma level of gentamicin, tobramycin, amikacin to avoid concentrations that cause dose related toxicity. When the drugs are administered 2 to 3 times daily, both peak and trough levels are measured. Peak levels are defined as those obtained 30 minutes to 1 hour after an infusion. هذا البيك. Peak. The trough levels are obtained immediately before the next dose. Immediately before, يعني المتبقي. Immediately obtained before the next dose. When once daily dosing is employed, only the trough concentration are monitored. Patient factors such as old age, previous exposure to aminoglycoside, and liver disease tend to predispose patients to adverse reaction. Elderly are particularly susceptible to nephrotoxicity and ototoxicity. قلنا احنا السايد افكت مال الامينوغلايكوسايد هي واحده من الاثنين اوتوتوكسيستي، الثانيه نيفروتوكسيستي، الثالثه وحكيناها طبعا احنا نيورومسكولار باراليسيس. نيورومسكولار باراليسيس this side effect most often occurs after direct intraperitoneal or intrapleural application of large doses of amineoglycoside. Patient مرات عندهم abdominal infection يعني intraperitoneal infection او عندهم مثلا pleuritis inflammation of the pleural layer pleural fluid infection هناك واصل. فش نحتاج؟ نحتاج direct application of aminoglycoside in this fluid. فبهالحالات ممكن يصير عندنا اذا كانت الدوز عاليه يصير عندنا neuromuscular paralysis. Neuromuscular paralysis. This side effect most often occur after direct. شوف هنا قالت لك direct. Intraperitoneal or intrapleural application of large doses of aminoglycoside. The mechanism responsible is decrease in both the release of acetylcholine from prejunctional nerve ending and the sensitivity of postsynaptic site. يقل الأسيتايلكولين وتزيد sensitivity of postsynaptic site. Patient with myasthenia gravis are particularly at risk. Prompt administration of calcium gluconate or neostigmine can reverse the block. Prompt يعني حالي آني administration of calcium gluconate or neostigmine can reverse the block. Allergic reactions. Contact dermatitis is common reaction to topically applied neomycin. هنا عندنا الماكروليد نتكلم عنه يوم الاثنين ان شاء الله. اللي هنا
نكتفي انه اخذنا التترا سايكلين واخذنا التاي سايكلين داي سايكلين يعني واخذنا الامينو جلايكوسايد اللي هم كلهم بروتين. شنو بروتين؟ سينثيسيس انهيبيتورز. اول اثنين التترا سايكلين تاي سايكلين كانوا بكتيريوستاتيك، وهنا عندنا الامينو جلايكوسايد بكتيريسايدال. ثانياً ان شاء الله نكمل الماكروليد. احد عنده سؤال طلاب اللي هنا؟ نعم. ايش فيها هي تصير؟ هي تشتغل المفروض الرايبوسوم الموجود على البكتيريا، واللي هو اصلا يختلف اللي موجود بالهيومن بينج وبالماميليان، بس مرات هم تصير كروس رياكشن. اوكي، يعني هم تصير، لذلك توكسيسيتي شفتها عاليه ويا البروتين سينثيسيس انهبيتر اكثر من منو، اكثر من دراكس تشتغل على سيال وول انهبيتر. دكتورة؟ نعم دكتورة، بس عندي سؤال على المختبر الأول مال الأنستيسيا. دكتورة، بس البازو كونستركتر مثلا الأدرينالين، دكتورة يعني شنو تأثيره على الكوكين، يعني هنا الأنستيتكس يعني بصورة عامة شنو تأثيره عليهن؟ باي، بالنسبة للأونسيت راح يتأخر الأونسيت. أوكي، لأن شنو هو الابزوربشن يتأخر، لأن هو فازو كونستركشن. وبالنسبة للديوريشن ترى تطول. أوكي؟ آيات. نعم دكتورة، بدي أسمعك. أي، هذا الجواب. خطتك مو؟ دكتورة؟ نعم أنت. بس عندي سؤال.